جماعة شجرة الكريسماس بتبتدي من 15 جنيه، زي ما انتوا شايفين 60 سنتي، يعني بتهيألي مش هتلاقوها في أي حتة تانية. النهاردة كركبة تاني من شارع تعابيش، تمام، الطوابق فيصل. زي ما انتوا شايفين كده منزل خصومات حلوة قوي قوي عشان خاطر الكريسماس، منزل الشجر. يا جماعة مش قادرة اقول لكم تشكيلة حلوة قوي قوي، كل حاجة الكريسماس موجودة بخصم كبير جدا جدا بمناسبة السنة الجديدة. تعالوا بقى نشوف النهاردة هيكون في خصومات ايه والاسعار هتكون ايه، وفي توصيل لحد باب البيت، وفي كمان شحن محافظات. تعالوا بقى كده نشوف كل حاجة، وحاطط لكم ارقام التليفونات كل حاجة. النهاردة الفيديو مميز جدا جدا جدا، تعالوا بقى نشوف كده كده يا جماعة. دي شجرة، تمام، الطول بتاعها مناسب، مش صغيرة قوي، لا واضحة لما تيجي تحطيها عندك على اي حاجة. بتبتدي بصي بكل الحاجات بتاعتها، وفيها كمان تشكيلة حلوة من بابا نويل اهي، مش مجرد شجرة كده عادية. بصوا عاملين عليها خصم ب 35 جنيه صح كده، 60 سنتي بتبقى ب 35 جنيه. بس هي الفكرة ان الحاجات دي بقى هنطولها لكم في الفيديو، دي بتبقى تشكيله كده انت بتنقي الشكل اللي انت عايزاه، بس دي بسعر دي، تمام، بس مش غالي برضو، حاجات في رينج 10 11 كده، تمام، بيبقى في كميه منظمه. ده برضو شجره تانية، تمام، مقاسها برضو 60. دي ب 47، تمام، دي نوع تاني زي السلك كده، تمام. انا كل التفاصيل هحطها لكم في اول تعليق، بس الناس اللي ما بتعرفش توصل للتعليقات ادي الورقه اهي مكتوب فيها كل حاجه، العنوان بالتفصيل زي ما انتم شايفين. انا سايباها كده وعشان اللي عايز ياخدها سكرين، الارقام للاستفسار والارقام بتاع الاوردرات. كل يوم شغالين، ما فيش يوم اجازه، ومواعيد العمل من الساعه 11 الصبح لحد الساعه 10 مساء، تمام. كل التفاصيل برده هسيبها في اول تعليق، واللي عايز ياخد كده سكرين ياخد سكرين اهو. يا جماعة، وطبعا في توصيل وفي شحن وفي كل حاجة وأي كمية، واللي عايز طبعا كمية كبيرة عشان يشتغل بيها تكون السعر أقل، الجملة صح كده، الديست يعني. فدي هتبقى ب 47 جنيه. نخش للي بعديها أكبر كمان، دي 90 سنتي ب 45، أقل في السعر، بس عشان خاطر بس دي بلاستيك ودي ماتريال، دي حاجة عالية، تمام، وده شغل اللي هو الايه العادي، بس ده العادي، تمام، ده السبيشال شويه، تمام. دي اطول اهي، دي عامله 45 جنيه. بصوا دي عامله 15، ودي برده من نفس الماتيريال ده، تمام، دي عامله 60 سم، دي عامله 15 جنيه. زي التلج كده، بصوا دي اكبر، دي عامله زي التلج، دي ب 55، 90 سم اهي، تمام. بصوا دي دي عاملة 85، دي 90 سنتي ب 85 جنيه. يا جماعة الشجرة دي مقاسها كام؟ عايزين نعرف. 210، وسعرها 265 جنيه، يعني 2 متر وشويه. دي الطول بتاعها 2 متر وشويه، طويله جدا اهي ما شاء الله، تمام. دي 2 متر وشويه ب 265 جنيه. بس انا عايزه اقول على حاجه، احنا شيماء انا عايزاكي بس تنوهي للناس على حاجه. هي الشجره بتيجي فاضيه بالكرتونه بتاعتها بالقعده بكل حاجه، ايوه، بس اللعب والاكسسوارات دي احنا اللي بنحطها، يعني ليها سعر تاني. والكيس اللي بنزوق لك بيه ده مش غالي، بيبتدي من 10 جنيه صح كده اهو. وبعدين هي بقى بتنقي الاشكال اللي هي عايزاها، يعني اللي عايزه تحطها، لا مش عايزه كور، عايزه مثلا هدايا بس، عايزه بابا نويل بس كده، انت بتنقي الاشكال اللي انت عايزاها، تمام. احنا بس بنفهم برضو الحاجات دي هم حاطينها كده، انما انت بتاخدي الشجره ساده صح كده اهو، بتاخدي الشجره ساده، وبعد كده عايزه تحط لها بقى الاكسسوارات بتاعتها، موجوده في المكان وبسعر برضو رمزي جدا يعني. مع دي 120 سنتي برضو، تمام، دي 120 سنتي ب 65 جنيه برضو من غير الاكسسوار بتاعها. والاكسسوار مش الواحده ب 10 جنيه، الكيس في مجموعه هنوريكم دلوقتي المجموعه، وفي ب 6 جنيه وفي بكل حاجه، يعني هنشوف دلوقتي المجموعه بتاعت الاكسسوارات عامله ازاي. المهم ان الشجره دي 120 سنتي ب 65 جنيه. في شجره تاني 150 سنتي، يعني متر ونص، ب 145 جنيه اهي. دي متر ونص اهي زي ما انتم شايفين، عامله 145 جنيه. السجاده اللي محطوطه دي برده ببيعها، اوريها لكم دلوقتي، اوريكم سعرها، هنوريكم برده السجاده اللي بتتفرش دي سعرها كمان كام.
معدي برضو حاجات اللي هي الديكور كده شويه. تمام، بتتحط على مكتب اه، دي او بتنور برضو اهي، صح كده اهو. اهي دي عامله دي كام؟ معاهم نور، انما الباقيين مش معاهم نور. ماشي، دي معاها نور والقعده بتاعتها خشب. دي عامله كام؟ بس كده مستوى النور ممكن توقفيه قوي. دي عامله معانا 30 جنيه. تمام، التلجي بتاعها باين اكتر، بس دي مش بنور، بس دي سعرها 30 برضو. تمام، بس دي الكثافه بتاعتها اكبر برضو. ايه معانا؟ ايه دي الكور الكبيره، الحجم الكبير. بكام؟ 47. 47 جنيه. في منها الوان، فيها كام كوره؟ فيها 1 2 3 4 5 6 كور كبار. تمام، ده كبار قوي يا جماعه، ده جامبو. في منه اللون الفضي واللون الذهبي. عامله كام تاني؟ 47. 47. في بقى الارفع شويه بس كميه اكتر، دي حوالي 12. عامله كام؟ فيها المط وفيها الجولد وفيها الاثنين مع كله. ديت عامله 37. عامله 37 جنيه. في منها كام لون؟ في منها ده وفي منها الاحمر. في الاحمر وفي الفضي. يا جماعه العلبه دي تحفه، دي عامله كام؟ دي عامله 47. عامله 47. في منها الذهبي وفي منها الفضي، بس من جوه في مجموعه كبيره جدا من الاشكال زي ما انتم شايفين كده اهو. على فكره مش لازم، دي عامله 25 جنيه. بصوا يا جماعه، دي مجموعه كده مع بعض عامله 25 جنيه. دي فيها كل حاجه من جوه. تمام، وهي شكلها اصلا تحفه، بصوا شكلها عامل ازاي، عامله 25 جنيه. تشكيله مختلفه، فيها كل حاجه، كوكتيل. ودي برده حلوه قوي العلبه دي، اصلا شكل العلب حلو قوي. فيها الكوره 37. فيها علب، يعني فيها شكل الهدايا اللي كنت معلقاه. بس دي كبير شويه، ده كبير يعني عن اللي انت كنت معلقاه. دي عامله كام قلنا؟ دي قلنا 37. 37. تمام تمام وفي دي في ده شكل فيها البيت، هدايا كبيره وفيها الحاجات دي. عامله كام؟ دي عامله 30. عامله 30. في منها الفضي والجولد، وفي ده المشكل برضه 37 صح؟ مشكلة كبيرة يعني. في 37 وده ده نحاسي كده. تمام، الجرس ده بقى ده عامل كام؟ دوت عامل 17 جنيه. 17 جنيه في منه بقى. حلو قوي. تمام، ده في منه الفضي وفي منه الذهبي. تمام، منه احمر اهو. تمام، في ده برضه ممكن يتعلق على الباب اهو. ده عامل كام؟ برضه نفس السعر؟ لا ده ب 20. ده ب 20. في منه برضو الوان اهو. لا فاضي ذهبي بس، مش اخضر، في فضي وذهبي. ده جميل، عامل كام؟ ده 18. 18 ورقيق قوي، وفي مجموعه كبيره يعني. دي اهو بيتعلق. تمام، ده بيتعلق 18 جنيه. 18 جنيه دي الالوان بتاعته يا جماعه. تمام، ده برضو بيتعلق. بكام ده؟ ثلاثة مع بعض، واحدة فضي وواحدة ذهبي وواحدة حمراء. عامل كام؟ 9 جنيه. 9 جنيه. النجمة والغزال. تمام، والوردة. التلاتة نفس السعر. 9 جنيه. 9 جنيه. الواحدة فيها ثلاثة. تمام. معاه في الفيونكة فيها ثلاثة، بس دي عاملة فيها اتنين. بس دي عاملة 10، لأن دي الماتيريال بتاعتها أقوى شوية وأكبر. مع ادي البوكس اهو. تمام، دي بقى الكياس اللي انا بقول لكم عليها اللي بتتحط منها على الشجره. ده البوكس ده فيه كام واحدة؟ حوالي 12 ب 10 جنيه. فيه 12 ب 10 جنيه اهي، يعني لما تيجي تحطي على الشجرة مش هتتكلفي حاجة. طب في عندنا ايه تاني؟ وفي عندنا في ده كمان الطبلة دي عاملة كام؟ 12 ونص، وفيها كتير، فيها برضو يجي 12 صح؟ تمام، فيها 12 يعني الواحدة برضو بتاع بجنيه يعني. في دي برضو نوع طبلة تاني ب 14. فيها 12 واحدة. فيها 12 برضو. الكيس ده بقى فيه مجموعه كبيره، انت ممكن تاخديه بدل ما تاخدي كل واحده كده لوحديها، ده في التشكيله كلها صح كده اهو. دي شجره صغيره مثلا، دي هتكفيها حلوه قوي. عامله كام دي بقى؟ الكيس ده عامل كام؟ ده عامل 10. في كور، عامل 10 جنيه، في طبله وفي هديه وفي كور وفي نجمه وفي اسم، في كل حاجه. يعني ده عامل لوحده كده كام؟ 10 جنيه. 10 جنيه اهو. ورد كده يا جماعه مجفف برده. تمام، اللي بيحب يحط على الشجر بتاعه. دي عامله كام؟ 14. 14. لا 15 سوري، والصغيره 14. 15 دي الكبيره، والصغيره كام؟ 14. 14. عايز الكلمات. تمام، في كلمه دي ب 12 ونص. دي ب 12 ونص، دي كبيره. تمام، ب 12 ونص. ده برده حاجات اهي، اشكال كده اهو، بس دي فايبر زي دبدوب كده. تمام، عامله 7 جنيه ونص. تمام، بتتعلق. دي برده بتتعلق كده زينه. تمام، دي عامله كام؟ دي عامله 16 ونص بالفرع بتاعها.
الشنط يا جماعه برضو للكريسماس دي برضو ممكن تحط فيها هدايا او تحط فيها حاجه، دي قماش تمام ممكن تستعمليها وفيها فرو. دي سعرها هيبقى عامل كده ب16 جنيه. فينا في منها برضو يا جماعه الابيض تمام نفس الفكره ونفس البتاع برضو سعرها 16 جنيه اهو 2022. عامله كام؟ دي عامله 14 تمام ب 12 جنيه. في بقى حاجه كده اقل شويه عامل 5 وده عامل 5 جنيه تمام. حطي دي على الكتف كده زي شال للاطفال. ممكن تستعملوها كشال للاطفال تمام. عامله كام؟ ده عامل 35 35 تمام. وفي نفس الوقت برضه بيحطوها زي ما انا حطاها كده اداله في الارض الشجره يعني هو سعره 35 تمام. يا جماعه الاجراس دي ده عامل كام؟ ده عامل 22. دي بتتعلق 22 في رنه تمام. والجرس بتاعها ممكن تحطيه على الباب يعمل رنه تمام. عامل 22. بصوا ده عامل كام؟ ده ب 23 تمام. قويه لا حلوه قوي ما شاء الله تمام. عامل كام؟ 22 23 23. بصوا يا جماعة الوشوش دي عامل كام؟ 15 جنيه بس. ده برضو الماتيريال بتاعته جامدة جدا تمام؟ لا ده جلد عامل 15 جنيه تحفة. بلاستيك عامل 2 جنيه ونص. عامل كام؟ ده عامل 8. عامل 8 جنيه في 3، في منه الأحمر وفي منه الفضي أو الأبيض. فرع برضو جرز ممكن تحطيه على الشجرة بتاعتك أو تعلقيه، ده عامل 12 جنيه. اتنين بابا نويل كبار تمام عاملين كام؟ 11 جنيه. 11 جنيه. بصي في ثلاثة بقى دول عاملين 6 ونص. اصغر في ثلاثة صغيرين شوية عاملين 6 جنيه ونص. دول ثلاثة. وفي ستة عاملين 8 ونص. في ستة أصغر كمان عاملين كام؟ عاملين 8 ونص. عاملين 8 جنيه ونص أهم أصغر كمان عاملين 8 ونص. جماعة عندهم كيس البلالين اللي هو الصغير قوي الميني ده اللي بيتملي مية ده وبيتفرقع ده فيه 500 بالونة عامل كام؟ 18 جنيه. عامل 18 جنيه. بالين جليتر تمام. بلالين جليتر في لونين لوحدهم وفي الوان مختلفه. ده ب 15. ده بيبقى فيه جليتر تمام. بصوا هم عندهم يا جماعه مجموعه كبيره جدا جدا من البلالين كده زي ما انت شايفه. بص في ب 10، في ب 15، في كل حاجه يعني هتلاقي هنا كل البلالين موجوده هنا اهو زي ما انت شايفه كده تشكيله كبيره للبلالين. عندهم فرع الزينه ده ب 8 جنيه. ب 8 جنيه ده في حدود 2 متر او اكتر. 2 متر او اكتر ب 8 جنيه. على 2 تمام. وده تلجي ب 7 ونص. والعادي بقى العادي ده ب 7 ونص. والتقليدي العادي ده ب 4 جنيه تمام. ده ب 4 جنيه العادي. وده ب 8. وده ب 8 جنيه اللي فيه لمعه وكثافته اعلى ده تمام. دي التوج بقى تمام. بكام التوج دي؟ دي عامله 12. عامله 12 جنيه. تشكيله حلوه قوي اهي. اي بقى رسمه تحبيها ب 12 جنيه اهي. الغزاله بقى اي حاجه بتحبيها من الحاجات دي عامله 8 جنيه تمام. حجمها حلو كبير. دي شجره كريسماس بس زي البالونه الهيليوم تمام. وفي برضو هيليوم رقم 2022 تمام. 28 جنيه. في كام كذا واحده بقى الاول هي كلها على بعضيها. 22 مكتوبه على بعضيها. بصوا شكلها كده يا جماعه تمام. ده فرع نور متر ونص عامل 10 جنيه. بقى ده طوق خشب تمام. خشب اهو كبير مقاس كبير تمام. انا شايفاه بتاع 50 سنتي او حاجه زي كده. ده عامل كام؟ 22 جنيه. 22 جنيه. في الاصغر بقى بتاعه طبعا في اشكال كتير قوي بقى اللي يعجبك وبايه قولي عليه. ده الاصغر عامل كام؟ الاصغر عامل 15. الاصغر عامل 15 جنيه اهو تمام. يا جماعه ده عامل كام؟ ده عامل 75. ده عامل 75. ده شغل يدوي. ده بيتحط على الباب بقى مش لازم كريسمس. ممكن تحط على الباب على طول مكتوب عليه ويلكم. حلو. مع بقى البتاع اللي شايفينها التحفه دي تمام. دي بقى هنتكلم عليها بس انا قلت بس اوريكم وهي شغاله كده يعني الفكره بتاعتها. مع تمام هي بتيجي في علبه كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هي بفيشه؟ تمام بفيشه.
ومعاها انا شايفه معاها بصوا معاها رموش اهي كمان. دي صب. ده صب يعني تسمعي كمان عليه اغاني. اه بفلاش اهو. وبلوتوث. في بلوتوث. دي عامله كام بقى معانا؟ دي عامله 135 ومعاها كمان كارت. تمام. عامله كام؟ دي عامله 135. 135 جنيه. تحفه على فكره، حلوه قوي ومجهزه بكل حاجه، وفيها سماعات وفيها الريموت بتاعها وفيها كل حاجه. دي بتبقى فليكس كده. تمام. عشان البنات. دي ب3.5. الواحده ب3.5. في منها اشكال كتيره زي ما انت شايفه والوان كتيره. 3.5 جنيه. طب هو يا جماعه بتاع الكريسماس برضو عامل كام؟ ده 12.5. الاثنين عاملين 12.5. تمام. نجمه. تمام. بتتحط فوق الشجره في الاخر. اه اخر حاجه في الشجره كلها. عامله كام؟ 6.5. 6.5. ب6.5 في منها لونين. في مجموعه من الحاجات الخشب، تمام، اللي كل الناس بتسال عليها. المجموعه دي اول حاجه بنبتدي باللي هو الكوفي كورنر ده. اه ده كوفي كورنر كبير. اه مقاس كبير. اه تمام. طبعا الوان. السعر بتاعه كام؟ 380. 380. هو ده على شكل فنجان. دي ايه جوه بتتركب هنا؟ تمام. عشان يديكي شكل فنجان. تمام. وطبعا اللون في الوان كتير. ابيض، بني، اي لون، حتى في حاجة هيمشي معاكي. تمام. في الالوان كلها. بس طيب معانا ايه تاني بقى؟ حاجات خشب. اه في خشب. تمام. في برضو منها الوان. عامله كام؟ عامله 540. دي كبيره برضه. ليها قاعده من تحت على فكره. ليها قاعده. اه مش قاعده على الارض. خشب حلو جدا، نظيف، خشبها تقيله محمله. تمام. معانا ايه كمان؟ مع الركنه دي. تمام. دي برضو بتمشي معاكي في التواليت، بتمشي معاكي في اي حته كده على الجنب، شكلها تحفه يعني. في منها طبعا الوان. اه في منها الوان. دي عامله كام بقى؟ 335. 335 برضو خشب ممتاز. تمام. انا شايفه بعيني الحاجه عامله ازاي. 335. فيها درج وفيها رف. تمام. دي معانا بكام؟ دي عامله 340. 340. دي برضه عشان لعب الاطفال، لم كركبه، اي حاجه. اه تمام. تبقى محفره من الجنب كده. تمام. في منها الوان، وبرضه الركنه في منها الوان، الجزمه في منها جميع الالوان. تمام. اهو بصوا في منها الوان ايه. نقول تاني سعر دي؟ دي 340. 340. والركنه 335. والركنه 335. تمام. يا جماعه بقى بعد ما خلصنا القسم اللي احنا شفناه بتاع الكريسماس ده، لسه في قسم المفروشات. كملوا معانا الفيديو. تمام. في قسم المفروشات، بس قبل ما ادخل على قسم المفروشات عايزه اوريكم في حاجات ادوات منزليه نزلت، وفي حاجات كمان ماسكات وحاجات حلوه قوي. هوريكم كده بس لمحه كده عشان بس ما تتهوش معايا. تمام. بصوا كده اهو، دي كده كل حاجات المطبخ، الحاجات اللي هي بتاعه المنشر والحاجات اللي هي بتاعه الحمام. ده قسم حاجات الحمام والستاير والكلام ده كله. تمام. اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، وفي الغطا بتاع الفرن والمفارش، فيه حاجات كتير قوي زي ما انتم شايفين. تمام. بصوا بقى كمان القسم اللي هو بتاع الميك اب كامل، في قسم كامل للميك اب. احنا اصلا عملنا لسه عاملين امبارح عروض على الماسك الكوري، يعني الماسكات دي كده عامله 49. اه بره بتبقى اغلى من كده بكتير. تمام. كانت عندنا عامله 49. اه امبارح نزلنا عليها عرض ب 25 جنيه 25 جنيه الكوري الاصليه. اه هتلاقوها في اللي بتبقى موجوده في الصيدليات. تمام. تمام. وفي عندي البابلز اللي هي بتعمل تنظيف عميق للبشره. ديت عامله 37 بدل 49 برضه. تمام. عليها خصم برضه، لسه منزلين انتوا خصم. وعندي بتاع الرجل اللي هو بيقشر الرجل خالص، بيخليها بيبي يعني رجل بيبي. دي عامله 47. 47 دي بعد خصم برضه. هي برضه الحاجات دي بره يعني، عشان دي حاجات مستورده قوي. الحاجات دي كوري. تمام. وفي كمان اللي في المغربيه ب 12.5. وجبنا كمان الليفه دي حديثه الولاده ب 15. تمام. يكفي كده بتتلبس. للاطفال. في خليات كده مثلا ب 17. الليفه الكبيره ديت عامله 18.5. وفي ليفه الظهر دي تبقى طويله خالص. تمام. عامله 27. تمام. مجموعه كبيره يا جماعه زي ما انتم شايفين كده اهو. تعالوا بقى انا عايزه بس اتنقل كده. احنا طبعا قسم الميك اب قسم كبير جدا جدا اهو. بصوا بكريمات، بشامبوهات، بشاور، بكل حاجه. يعني انت هتيجي هنا المحل هتبقي عايزه، لو انت عروسه هتاخدي من الابره للصاروخ. تمام. يعني اكتر من 100 شكل الوان مونوكير. عامل كام؟ الواحد عامل 10 جنيه. عامل 10 جنيه ما شاء الله.
تمام، وكبير ما شاء الله، فيه كتير يعني، مش حاجة صغيرة. سلاك السنان اللي هي بتبقى بالخيط، ايوه ايوه، الصيدليات دي دي عاملة 6.5. 6.5، تمام. طبعا احنا هنخش على قسم المفروشات، بس استنوا معانا شوية الاول. انا عايزة بس اخدكم كده لمحة على بقية الادوات المنزلية. تعالي بقى كده، وبصوا انا شايفة ان في حاجات الازاز، شايفة ان في مجموعة كبيرة جدا من الازاز، الحاجات الناس كانت بتسأل كتير قوي 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 على ازايز الزيت. بصوا جايبين لكم بقى تشكيلة كبيرة جدا بمقاسات، بصوا مش قادرة اقول لكم. في برطمانات كبيرة كمان تركي، ديت بتبقى 5 كيلو و3 كيلو. اللي بتاخد 5 كيلو و3 كيلو، اللي بتاخد 5 كيلو دي عامله كام؟ عامله 67. 67 جنيه. واللي عامله ده تركي، حاجات مستورده. تمام. وده عامل 47.5. وده عامل 47.5. في زيات شيك قوي صغننه كده، او ممكن تعمليها للخل او. تمام، عامله كام؟ طحينه عسل 16. عامله 16 جنيه. تمام. في برطمانات ازاز برضو شيك اهي، التركي بصي ممكن تجيبيها كده. اه عامله كام؟ دي عامله 15. عامله 15 جنيه، حلوه قوي. بصوا يا جماعه في كمان زيتات مقاسات، في صغيره اهي وفي كبيره. السكريات دي عامله 17.5، حلوه قوي برضو، تحفه. تمام. في بصوا يا جماعه انا عايزه بس اوريكم، بصوا دي عامله 16 جنيه، دي عامله 19 جنيه، مقاسات مختلفه. في اللي هي دي عاملة كام؟ السادة والمنقوشة. المنقوشة عاملة 29. تمام. السادة الكبيرة عاملة 29 يعني. تمام. برطمانات اهي يا جماعة، وفي برطمانات اهي تاني، وفي برطمانات اهي، الناس بقى تحب البرطمانات كتير. دي 24. دي برضو. جاهزة برضو. تمام. كبسة من فوق. اهي. في منها سادة. اهي في منها منقوش، يعني ملون ومنقوش. في دي ازايز برضو بتنفع للبن او بتنفع لاي حاجه. دي بكام؟ دي عامله 27. 27. وفي كمان الدورق، تمام، اللي هو برضو المستورد ده عامل 34 جنيه. اه، واللي فيه الصفايه دي عشان لو حابه تحطي اي حاجه، نعناع، اي حاجه، كركديه مثلا، اه، عامل كام؟ عامل 44. 44 جنيه. تمام، حلو قوي. بصوا بقى كده يا جماعه، كمان عايزه اوريكم ان في كل الادوات اهي، لو انت عروسه. تمام اهو، بصي كل الحاجات والسيليكون والحاجات دي كلها، كل الحاجات دي عليها كمان خصومات بمناسبه اخر السنه، يعني الاسعار دي معدلينها، هم معدلين الاسعار عشان في حاجات عليها ايه خصومات. في بقى ده عليها خصومات حلوه قوي، البراويز دي. البراويز دي كمان عليها خصومات، عامله كام؟ بصي المقاس الكبير ده عامل 60. عامل 60 جنيه. هما بيبقوا ثلاثة مع بعض بيكملوا بعض. أيوة أيوة. صورة. تمام. دي هنا عاملة 60 جنيه. تمام، طبعا انتوا عارفين ان ده بره عامل 100 جنيه، ده خشب. هنا عامل 60 جنيه. طالع عشان لما يبقى ده لغرفة الأطفال، حلو قوي برضه. عامل الصغير بقى. برضه ده عامل 47. الصغير عامل 47. تمام، برضو ثلاثة برضو بيكملوا بعض، اشكال اطفال او اشكال كبار. تمام، أو لو انت عايزه هديه بيتهيألي مفيش احلى من كده هديه. اوريكم كمان قسم الكريمات اهو، والحاجات اللي هي بتاعه الشاور والحاجات دي، عشان بس بقى ايه قلت لكم كده على كل حاجه. نكمل بقيه الادوات المنزليه قبل ما ندخل على المفروشات، لان انا عارفه انتم عايزين المفروشات عشان الشتاء. طيب كده اهو، بس اهو كده زي ما انتم شايفين. بس عندي ديت برضو هيحتاجوها في الشتاء. دي لما متوبر. تمام. دي سكاني عامله 62. اه معاها غيار. اه هي بالكهرباء. تمام. ايه ومعاها الغيار بتاعها، الميزان. تمام. عندهم بتاع النسكافيه اهو، بصوا عايزه اوريكم كده اهو، اهو بصوا. بصوا في قسم كمان لكل البلاستيكات، ودي كلها مستورده وبتدخل ال الميكرويف. اه 90% منهم بيخشوا الميكرويف. في مثلا قالب الانجلش كيك ده. اه تمام. لو عروسه. ده عامل 26 28.5 تحفه. تمام. بصوا كمان يا جماعه في الحاجات اللي هي بتاعت البريوش موجوده هنا اهو، اهي في بتاعت الطرد. ايوه صفايه ايكيا كمان اهي موجوده، عامله كام؟ دي 65. 65. اه اللي هي دي. اه عامله كام؟ دي عامله 85. 85، حلوه قوي، تحفه على فكره، جميله جدا. طبعا بقى القسم اللي لا غنى عنه، البلاستيك. اه يعني هو اصلا في شغل جديد ان شاء الله النهارده او بكره باذن الله جاي كمان، لسه في جديد. بصوا انا مصوركم كده ولسه هيبقى في جديد. تمام، بصوا كده اهو. ده انا جايلك مبسوط اهو.
غسالة موجود وكل حاجة زي ما انتوا شايفين كده اهو، والبولات والعجانات وكل الحاجات والصفايات بأشكال كتير جدا جدا متنوعة زي ما انتوا شايفين. المحل بسم الله ما شاء الله مليان وفي كل حاجة اهو، بصوا كده اهو. دي الحاجات اللي هي، بصوا يا جماعة دي كمان طبعا في قسم كمان كده. بصي لو انت عروسة هتاخدي كل حاجة، مفيش حاجة مش موجودة يعني. دي بقى ايه معانا؟ دي بيقولوا عليها لمامة او شرشوبة، بس دي بتتعصر، انت بتعصريها بتلفيها كده فبتعصريها. اه تمام. دي عاملة كام؟ دي عاملة 29. عاملة 29 جنيه تمام. حتى الفرشة ايه موجودة تمام. اه فين؟ كده ده؟ اه الديسبنسر دوت يعني لو خارجة او رايحة مشوار او اي حاجة. معدن منظم تمام، ده ينفعك للتواليت، ينفعك للريموت، ينفعك للميك اب على التسريحه، ينفعك لاي حاجه. المنظم ده مهم جدا. وده ايه بقى معانا؟ منظم برضو، منظم برضو الحاجات الصغيره، اكسسوارات ممكن المطبخ، ملابس مثلا لانجري او كده. اه الحاجات الصغننه هتحط فيه حاجات صغننه، البواكي اه اللي بتبقى بتاعت مثلا بتاعت اليانسون والمثلا والشاي والحاجات. أيوة دي ينفع برضو، بيبقى الحاجات دي برضو حلوه على فكره. الماتيريال بتاعته حلوه قوي. ده عامل كام معانا؟ ده عامل 11. عامل 11 برضو، سعره حلو قوي. بقى على القسم الحلو قوي اللي كل الناس بتحبه عشان الشتاء. اولا هنا في فعلا تحطيم اسعار. اول حاجه هنعرف اسعار الدفايات، وفي منها الساده والمنقوشه، وفي كمان البارز زي البطانيه برضو هنعرف سعره. وكمان معانا تشكيله من كل الحاجات اللي هي بتدفي على السجاجيد، كل الكفر موجود من التركي والنساجون وكل حاجه. كمان الكفر بتاع المرتبه هنعرفه بالمقاسات وهنعرف السعر بتاعه. كمان الجديد بقى النهارده ان في الفارش اللي كان 10 قطع نزلناه طقم ركنه عشان الناس ركنة. اللي بتسال تمام، الناس اللي بتسال على الركنه وستاير البلكونه وكل حاجه. الجزء ده مهم جدا جدا، هنعرف كل الاسعار. كمان في ستاير الشتوي اللي بتسالوا عليها، ماتيريال عاليه برده موجوده بالوانها بكل حاجه. حطوا بقى لايك ويلا نشوف مع بعض الفيديو ده كام في كام. تمام يا جماعه تمام اهو، زي ما انتم شايفين اولا تقيل، الخامه بتاعته حلوه قوي، الوانه زاهيه قوي قوي، المقاس بتاعه كبير. ده عامل معانا كام الدفايه دي؟ عامله 68 جنيه تمام، مقاسها كبير. 2 في 42. 2 في 42 تمام. عامله كام نقول تاني؟ عامله 68. 68. بصوا يا جماعه اهو، اللي عايز ساده يعني مش عايز فيه ورد، بصي افردي لهم اللي ما فيهوش ورد اهو. بصوا ده اهو، لو عشان لو تاخدوا سكرين كام تاني، السعر بتاعه كام؟ 68 جنيه. اهو 68. الالوان الزاهيه الجميله دي تمام اهو، والخامه تقيله تقيله تمام اهو. بصوا الالوان تحفه على فكره، الالوان حلوه قوي يا جماعه. ده بقى ميزته حلوه قوي، اولا ليه شرشوبه كده من هنا، او دي اسمها ايه؟ دي اسمها ايه؟ اسمها فرنشة كده اهو تمام، يعني لما تيجي تحطيه على السرير يبقى عامل زي الطابلو. تاني حاجه بقى ان هو بارز، بصي يعني شغل كده حفره كانك حاطه بطانيه، وبعدين بتدفي قوي لان هي تقيله. دي بقى عامله كام معانا؟ 115. عامله 115 جنيه. ده بقى يا جماعه كده سراير كبيره تمام، في بقى اطفال تمام. آه مش نفس المقاس، بس رسومات، رسومات اطفال تمام اهو، مع رسومات الاطفال 115 جنيه اهي. 115 الوان مزهزهه جدا اهي، 115. عايزه اقول لك كمان ان في ناس بتعمل من ده اطقم، عارفه شيماء بيعملوا منه اطقم ازاي؟ بيشتروا بدل يعني هم عندهم سريرين بيشتروا ثلاثه، الثالثه دي بيفصلوها يعملوها اثنين مخده واثنين خدديه، وبيبقى طقم اكنهم جايبينه ب 500 وب 700. بتاخده اصلا بتفرشه على نص السرير كده زي الحاجات التركي. اه ويبقوا عاملين له، لا بيعملوا شغل عالي يعني. احنا المصريين دماغنا تحفه يعني. بصوا في اشكال دايما منها يعني حاجه. بصوا يا جماعه الالوان اهي، دي الوان اطفال برضو تقريبا اهو. بصوا الوان اطفال اهي تمام. 115. طيب بالنسبه بقى للناس اللي بتسال على السيده، هاتيها بقى كده. دي معانا بقى الساده تمام. دي بقى اطفال برضو ليزر. بصوا اهي الحاجات بقى الساده خالص. دي بقى عامله كام معانا؟ دي عامله 149 برضو، سعرها حلو قوي. بصوا يا جماعه بصوا من الناحيه الثانيه، بصوا عامله ازاي، تقيله جدا. دي 220 في 220 في 2.5، كبيره قوي قوي ما شاء الله، والوانها حلوه زاهيه كده.
بالنسبه للستاير الشتوي دي بقى ماتيريال عالي قوي. دي طيب بيكا افتحي ايطالي. بيكا ايطالي، افتحي لي بقى كده. تمام، بصوا افتحي كده اهو. بصي بصوا يا جماعه القماشه عامله ازاي، الشغل عالي قوي، تقيله جدا، بتحجب الضوء. تمام، دي كام في كام؟ دي المقاس بتاعها دي متر ونص. متر ونص، انا شايفاها متر ونص في 2.5 او 260 حاجه زي هي كده. دي كبسه اصلا. دي كبسه بتتشال وبتتحط. دي داره معروفه متفصله جاهزه. عامله كام بقى معانا الخامه التقيله دي؟ 115 بيكا ايطالي. بصوا يا جماعه السعر تحفه، 115. في منها الوان كتير قوي اكيد طبعا، وبعدين القماشه تحفه. بصوا يا جماعه الالوان، كل الموديلات هتمشي عندي، كل الالوان موجوده، تحفه وبتحجب الضوء وبتدفي كمان البيت. و115 جنيه الالوان كلها اهي. بصوا على الطبيعه، في كل الالوان. 115. المراتب احنا كنا صورناها المره اللي فاتت، بس هنأكد تاني على السعر. نقوله كده بسرعه. عندي المتر ب 82، المتر ب 82، والمتر و20 ب 87، والمتر و20 ب 87، والمتر و60 ب 115، ومتر و80 عامل 130. تمام. بصي المفروض واحد، احنا شفناه المره اللي فاتت بس بنوريهم تاني برضه، عشان في برضه فين بيبقى لسه ناس مشتركه معاكي جديد ما شافوش القديم. بصوا يا جماعه بيبقى من هنا ده لو بروف كده عشان ما يعديش الميه، لو وقع اي ميه او اي تمام اهو، وبالاستيك كده عشان كل الالوان موجوده. بيبقى استيك كده عشان يمسك المرتبه ويبقى متحكم مش هيتحرك. تمام، دي ركنه بقى. تمام، بتبقى كنبتين كبار وست مناديل. ماشي، كنبتين كبار وست مناديل، طبعا في الوان كتير. بصوا الكنبتين قد ايه. كنبتين كبار قوي ما شاء الله. بصوا كنبتين كبار نفس المقاس الاثنين صح؟ اهي. تمام، عشان تكفي الركنه، انما الانتريه بيبقى كنبه كبيره وكنبه صغيره. تمام، عامل كام بقى؟ ده عامل 130 بدل 147. 130 احنا قلنا كام؟ 130 عليه عرض. بدل 147. بدل 147. تمام، ادي النبيتي بتاعه الكحلي، وادي الكحلي الكافيه بيج، وادي البيج بني. وادي البني. بتهيألي احنا كده جمعنا كل الالوان صح كده اهو، كل الالوان موجوده. تمام، عشان الناس ما تتلخبطش. ده بقى اتنين كنبه، كنبه كبيره وكنبه صغيره، واتنين كرسي ماشي، وست مناديل اهو. بصوا كده اهو، وادي الكرسي التاني اهو، والكنبه الصغيره والست مناديل. طيب عامل كام بقى معانا؟ 130 برضو معمول عليه عرض. 130 برضو عليه عرض الانتريه زي زي الركنه. ما هو 130. هو بس الوانه بقى برضو ايه، كل الالوان موجوده اللي احنا عرضناها صح؟ في ده وفي البني والرصاصي، كل الالوان. في الرصاصي بقى، في منه نقشه ثانيه زي ده بس رصاصي بس. تمام، احنا عايزين نقول القماشه دي يا جماعه جوبلين عشان الناس تبقى عارفه، بس ده جوبلين. تمام، النقشه دي يا جماعه في منها رصاصي، الرصاصي بس مفيش منها الوان ثانيه، انما البريزات شديد لازم منها جميع الالوان. تمام، المفاجأة دي يا جماعة، المفاجأة دي الروج الثابت الثابت. بصوا انا جربته ثابت. تمام اهو، عشان بس ايه، عشان بتقولي ما بيتمسحش، هو ما بيتمسحش. الروج الثابت تمام بكل الوانه زي ما انتم شايفين ب 10 جنيه، ب 10 جنيه يا جماعة. تمام، ده الثابت. معانا ده، ومعانا ايه تاني؟ ده ب 10، وده ب 10 برضو. تمام، بتهيألي بقى لو انت عروسة هتلمي وتبدعي، وده برضو ب 10 جنيه. كل الالوان اللي هي اللي انت بتحبيها، الكشميرات والغوامق والحاجات التحفه دي. تمام، كل ده ب 10 جنيه ثابت. قلم الروج التحفه ده تمام، كل الالوان كل الدرجات. طبعا انتوا هتسالوا ده بكام؟ ده يا جماعه ب 11 جنيه، ب 11 جنيه بس. تمام، 11 جنيه. بصوا تحفه، كل الالوان تحفه زي، بصوا حاجه كده هايله ب 11 جنيه. ده وده برضو ب 11 جنيه. تمام، تحفه. تمام، وده برضو بكام؟ ب 11 جنيه. تحفه، 11 جنيه يا جماعه، لسه نازل امبارح عليها عرض. العرض ده لسه نازل امبارح ب 11 جنيه. تمام، ده قلنا بكام؟ ب 11 اهو. بصوا ب 11 جنيه. نيجي المجموعه الثانيه ب 12 جنيه، ده ب 12 جنيه بس. بصوا كل الالوان، الفاتح والغامق
كله كله ب 12 جنيه وده برضو للناس اللي بتدور دي بقى الالوان النود والكشمير اللي الناس بتدور عليها اهي ب 12 جنيه اهي تمام 12 جنيه 12 ونص طيب نيجي بقى هنا برضو ده بصوا يا جماعه ده سعره كام 14 جنيه بصوا كل الالوان برضو اغلى حاجه بقى ده ب 15 بصوا اغلى حاجه ده ب 15 جنيه كمان ليه ريحه حلوه قوي وحاجه نظيفه تحفه